طب كابتن وليد، ان توقعاتك بقى للمباراه وسيره برضو منذ البدايه ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكسب. مهم جدا ان احنا نستخدم كل محاور الهجوم. في حاجه اسمها تعدد محاور الهجوم، مش عايزين علي معلول واحمد فتحي واوفرات وخلاص. لا، انا عايز اشوف صالح جمعه بيشوط، عايز اشوف السوليه رجله تقيله بيشوط، عايز اشوف اختراق فردي من حمودي، عايز اشوف جونيور اجاي وهو داخل راس حربه تاني، عايز اشوف صالح بيستخدم مهارته الفرديه في ان هو يعدي. بص كابتن، ده الهدف اللي جه في الفيصلي في هذه البطوله حتى الان. بس في طبعا في تميز كبير جدا من مراد بتنا، النجم الكبير طبعا، وارتقاء عالي جدا ويعني بس في الاخر هو اوفر احنا عملناه 20 30 40 مره في الماتش الاولاني وما استفدناش بيه. فده محور، هل انا استخدم المحور ده بس بما ان الباكين بيضموا زي ما الكابتن كمونه بيقول والنص الملعب بينزل على خط الدفاع قوي، ولا استخدم بقيه المحاور؟ انا عايز اشوف تصويب النهارده من صالح جمعه ومن السوليه في دقه، عايز اشوف مهاره فرديه من حمودي، احاول اروح جوه ال 18، احاول اخد بينالتي، احاول اخوفهم بضربات ثابته كتير على ال 18. كابتن سمير، توقعاتك في المباراه ويعني ان شاء الله اتمنى طبعا تبقى موفق. كل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي النهارده، يكونوا بحاله جيده، يطبقوا كل اللي قال عليه كابتن حسام في المحاضره، ان احنا محتاجين المباراه دي ان هو رقم واحد رد اعتبار. تركيز لاعيبه النادي الاهلي بداية من أول دقيقة لحد الوقت الضايع، طول ما أنت مركز. في تاريخ النادي الأهلي بتكسب في الآخر، بتكسب بعرق بجهد بروح، لكن النهارده نتمنى إن احنا نكسب أثناء المباراة وهي شغالة إن شاء الله. كابتن ربيع، أنا بتفائل بيك كابتن، كام؟ إن شاء الله بإذن الله، يعني إن شاء الله إن شاء الله الشوط الأول يعني على الأقل 1-0 بأمر الله. إديها بقى كمان اللعيب اللي ممكن يجيبها. انت عايز مين النهارده يتالق ويبان؟ لا، هو النهارده واضح يعني الاثنين اللي ان شاء الله هو الاثنين حراس المرمى لهم دور كبير جدا النهارده بصراحه، دور كبير جدا في النتيجه ان شاء الله. رقم واحد من وجهه نظري ان صالح جمعه انه في احسن حالاته، وبعد كده تجيب بعده اجاي ان شاء الله كابتن. يبقى كلهم موفقين بامر الله، يعني حاجه نتمناها ان يبقوا الحاله الفنيه بالنسبه للاعبين مميزه ان شاء الله. زي ما بنقول احنا ابطال افريقيا وابطال العرب، النهارده وصلنا للنهائي، دي حاجه هتبقى مميزه جدا. النهائي هيبقى في طرف طبعا النادي الاهلي، طرف من زي ما بنقول شمال افريقيا، ايضا هيكون لإلا الفتح لإلا الترجي التونسي، هتبقى مباراه قويه. نتمنى طبعا النادي الاهلي الوصول للنهائي عشان البطوله تنجح اكتر، يعني مش عشان حاجه ولا تحيز ولا حاجه، لكن طبعا احنا بنتحيز لكن جزئيه ان النادي الاهلي يبقى متواجد في النهائي اعتقد بتنجح اي بطوله. يا رب كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. هنكون معاكم بعد ان شاء الله المباراه، وتحليل فني هيكون طبعا مع نجوم النادي الاهلي، كابتن ربيع، كابتن وليد، كابتن سمير كمونه، يكون مميز ايضا في حاله الفوز تبقى مميزه اكتر.